احلى مساء على احلى متابعين، شلونكم حبايب الغالي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بصحه وسلامه. واكيد اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو مالتنا طبق حلو اللي هذا شوفوه قدامكم، هو فعلا حلو شكله. طبق اصابع زينب. طبعا انا ما منزلته بقناتي، هذا اول مره انزله، وهم راح اسوي لكم اياه بطريقه كلش سهله وكلش بسيطه وبمقادير يمكن موجوده بكل بيت، واهم شيء النتيجه اللي تشوفوها قدامكم. طبعا هو اللي تكون معلاوي. ليش هالايام بدنا نزينا حلويات؟ بصراحه ما اعرف، انا هذا رمضان حسيت صحتي مو مفلك رمضان، ما اعرف ليش، بس ان شاء الله ان شاء الله انزلكم اطباق حلوه مثلكم حبايب. فهذا الطبق الحلو اللي تشوفوه قدامكم، بس اكيد حبايبي خلونا اللايك، يعني لايك ترى ما ياثر، لا يقدم ولا ياخر، حطوا اللايك وتعالوا شوفوا يانا الوصفه مالتنا. هنا أنا راح نخلي كوب طحين صفر يعني ابيض وربع كوب سميد. السميد يكون لازم كلش ناعم، يعني مثل الطحين لازم يكون ناعم، انعم شيء من انواع السميد. راح نخلي ملعقتين طعام مال شاي شكر او سكر، وملح يعني اقل من ربع ملعقه شاي، كلش فشي بس راح نخلي. وهنا راح نخلي الخمره. الخمره راح تشوفون ايش قد راح اخلي، راح اخلي تقريبا يعني ربع ملعقة شاي أو حتى أقل، يعني فشي بسيط لأن هي ما حتختمر عندنا، بس هي فشي كلش بسيط، يعني تقريبا نقول ربع ملعقة شاي خمرة. الخمرة هاي مال خبز طبعا، يعني العادية مالتنا. وهنا الفانيلا. الفانيلا راح أخلي ملعقتين مال شاي فانيلا، لأن الفانيلا يعطيها طعم كلش طيب، فراح أخلي ملعقتين شاي فانيلا. هنا الزيت راح نخلي ملعقة ونص زيت. زيت اي نوع حبايب، اي نوع زيت، ملعقه ونص. وان شاء الله من المقادير راح اكتب لكم اياها بصندوق الوصف، بس هي اذا تشوفوا مقاديرها هم سهله بسيطه وما حيراد لها اي شيء. هنا دهن، دهن او زبده اي نوع يعني عندكم، نحط ملعقه طعام واحده زبد او دهن، يعني حبايبي اللي موجود عندكم. هسه هنا راح نخلي هاي المواد، اول شيء راح نعجنها بس بالزيت وبالدهن، يعني لابس الطحين والسميد بهاي الدهن زيت، خليه يتلابس زين في هذا الشكل نفركه. واخر شيء راح نخلي المي، المي يكون دافي، راح نخلي تقريبا ربع كوب او شويه اكثر من الربع حسب نوع الطحين، بس مو اكثر، ما نريد احنا كلش يصير لين عندنا العجينه، وراح نعجنها بهذا الشكل. يعني تحطوا مي شوي شوي على كيفكم الى ان تحصلون على العجينه يعني لا لينه ولا قويه، بس المهم ما تلزق بالايد مثل ما تشوفون قدامكم. هسه عندنا كملت، طبعا ريحتها كلش طيبه، وطبعا طريقتها سهله وصير عندكم مقرمشه يعني روعه. هسه راح اخليها ترتاح فد 10 دقائق الها ربع ساعه، ترتاح مو تختمر حبايب، احنا خمره ما حطينا لها هوايه. هسه انا ورا ربع ساعه جيت، اذا الجو حار يعني خلوه 10 دقائق او 5 دقائق اذا حار كلش، بس احنا الجو بعده بارد عندنا فخليت ربع ساعه. شوف شلون صارت عجينه حلوه، اهم شيء ما تلزق عندكم بالايد، وقلت لكم لا لينة ولا قوية، لين قوية هم ما حصير حلوة عندكم، واللينة ما حد تقدرون تسوون شكل. هنا جبت المبراشة، طبعا راح اشكلها، طبعا انتم هذا التشكيل بكيفكم، شوف شنو عندكم تريد تحصلون على شكل الاصابع الزينب، فرشتها بهالشكل على حتى تاخذ الشكل الجو عندنا مال المبراشة، ونبرمها خفية ايدنا تعطينا هذا الشكل الحلو. طبعا هنا هسه ايش راح اسوي؟ انا بس هاي مجرد تجربه، تجرب وحده، راح افتحها بالشيبه شلون هي عجينتها. طبعا هي حلوه عجينتها كلش حلوه صارت. هنا راح اقصها بالاستكان لان حتى كلها يصير يعني حجم واحد، وحجيب نفس الحاله المبراشه مالتنا نضغطها كلها داير مداير حتى تعطينا الشكل الحلو اللي نريده، وبعدين نبرمها على خفيه ايدنا بهذا الشكل. شوفوا يعني ما اعتقد اسهل من هذا ماكو، وما اعتقد ماكو بيت ما بيه مبراشه، الكل بيوت بيها مبراشه. اذا ماكو عندي هذه اهميه مال الفينجر او مال اصابع البوتيته، هم اعطتني شكل كلش حلو. يعني انتم بكيفكم شنو الموجود عندكم بالبيت. انا سويت على الحجم الازرف الكبار مال مبراشه، هم قلت خلي اجرب شو حتعطينا شكل، نفس الحاله اعطتنا حلو ويخبل. بس اخر شيء يعني عجبني بصراحه مال الفينجر، اعطتني يعني تقريبا هو احلى شكل. أنا هواي جربت طبعا شغلات، بس اللي عجبتني أكثر وحدة مال قلت لكم هذه مال الفينجر. بعدين سويتها من الزاوية يعني مو عدلة، أعطتني شكل بعد أحلى،
يعني شوفوا شوفوا شو سهله بهذا الشكل، اضغطها على كيفكم مو ضغطوها حيل بحيف تزرف عندكم، لا على كيفكم، وهم من تبرموها بخفيه ايدكم يعني اسهل من هاي بعد ماكو ما اعتقد. والكوب الطحين راح تشوفون ما شاء الله الكميه اللي طلعت عندي خير من الله. احنا هسه هنا شغلنا الدهن، هاي شوفوا الكميه ما شاء الله خير من الله وشكلها حلو وتخبل. شغلنا الدهن بهاي طابتي الحلوه اللي تخبل اللي دائما تعلقون عليها، بس انا احبها انا قلت لكم تعطي نتيجه حلوه فمحتفظه بها ابد ما اذبها. كوب عندنا الدهن ونصيناه خليناه تقريبا وسط، ما يصير عالي لان اذا عالي راح يستوي عندك الفوق والبطن يضل عندكم معجن، لا اخليه وسط حتى اقل من وسط مو مشكله بس مو عالي حبايب، بس المهم انه يكوي الدهن واظل اقلب بيها، هاي اهم شيء من تحطوهن اظل اقلب بيها. حتى ليش؟ حتى كلها تصير لون واحد وتستوي البره والبطن كلها تستوي استواء كامل، مو مشكله راح يطول عندكم بالتقلاء بس المهم راح يعطيكم النتيجه كلش حلوه. شوفوا اللون مالتها يخبل ذهبي ويخبل صارت. هنا عندنا شيره، قلت لكم انا شيره دائما عندي ما تخلى من البيت، اسوي كميه واخليها، والشيره راح اخلكم من مالتها الرابط بصندوق الوصف. شوية اقلبها، تريدون تحطون يعني تخلون بها الشيره يصير كلش هواي اعوفها وقت اكثر، يعني شيرتنا هسه هي بارده وعندنا اصابع زينب حاره، اذا تحبون بها شيره كلش هواي خلوها اكثر، بس صراحه احنا ما نحب كلش بها الشيره، فان شوية بس قلبتها تقضيبه خفيفه ورفعتها. يعني اذا تحبون بعد اكثر خلوها شويه في الخمس دقائق ورفعوها من الشيره، بس انا هيك حبيت اقلبها وهاي الوجبه الاخيره. طبعا تشوفون الوجبه الاخيره شويه نوعا ما قسبتها لان هي هاي اصابع زينب من تكون مقسبه يكون طعمها اطيب. بعد انتم براحتكم تريدون كلش تقسبوها تسووها وسط كل من وشون يحبها، بس شوفوا اللون مالتها الله عليكم الشكل صار يخبل. طبق كلش حلو وبسيط ويعني موادهم كلش بسيطه، وهسه حبيت ارش له رشه خفيفه شيره، قلت لكم لان اني ما حطيت له هواي ما خليته هواي تكون بالشيره الظل، وراح ارش هذا الفستق الحلبي. طبعا هي ما يحتاج له فستق حلبي بس انا حبيت زينها بالفستق الحلبي، هاي شيء يعني اختياري، اكو عالم حتى تحط جوز هند عليها جوز براحتكم اللي يعجبكم، بس المهم انا حبيت انه اراويكم شكلها الاخير شلون صار. شوفوا لونها، وهسه اكيد انا هم راح اوريكم اياها من الداخل شلون مقرمشه وكلها شكل واحد. يلا روحوا جربوها، روحوا سووها، ما تاخذ وقت من عندكم، كل سهله وبسيطه، يمكن بنص ساعه او اقل من نص ساعه راح تكمل عندك وتسوين احلى طبق لعائلتك، وهذا قدامكم انتم حكموا شلونها. طبعا كلش طيبه كلش حبوها عائلتي، ويعني ما اقول لكم قالوا لها باي باي راسا لان كلش كانت طيبه وسويتهم اياها شويه نوعا ما مقرمشه زايد لان هم يحبوها مقرمشه، فصارت كلش طعمها طيب، ويعني اهم شيء سهله بسيطه مقاديرها موجوده بكل بيت، وارجع اقول سهله وبسيطه وهي نفس المعنى بس احنا لساننا متعود على هذا الشيء. فهذا الطبق الحلو شوفوا شلونه، اتمنى نال اعجابكم، يعني ما اعتقد بيه صعوبه. خلينا نشوفكم وحده راح تجربه وكم وحده راح تدز الصور، وارجع اذكركم اي وحده تطبق اي وصفه من وصفاتي تزوري على الانستا، تزوري على الانستا، الانستا مالتي نفس اسم قناتي، واكيد طبعا انا هم اسفه لما دا انشر وصفاتكم بس انا دا اجمعها ترى كلها دا اخذ لها الصور وان شاء الله كلها انشرها. وهاي شوفوها من البطن شلونها، يعني الشيره الاخر شيء ماخذه شوفوها ومقرمشه وتخبل، والف عافيه مقدما على اللي حيسويها. فهذا كان الفيديو مالتنا حبايب، اتمنى نال اعجابكم، لنورلكم مع السلامه للجميع.